زوم مع قاسم حيدر. قاسم من الأشخاص اللي كمان عم بيقاوموا بطريقتهم، عم بيساعدوا بطريقتهم، ولكن شوي بشكل مغاير ولم نتعود عليه بلبنان. رح تعرفوا أكثر عن قاسم بهيدا الحوار معه. صباح الخير. صباح الخير، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك يا رب. قاسم حيدر، أنت من الناس اللي عم بيساعدوا إذا بدنا نقول الأهالي اللي نزحوا من القرى الجنوبية أو من مناطق يعني تحت القصف موجودة ونزحوا إلى المدينة أو ما بعرف لوين على أي مطرح، ولكن عم تساعدهم بطريقة أخرى، ربما بأنك عم تساعد حيواناتهم الأليفة أو عم تساعد الحيوانات الأليفة اللي ما خصهم، ما عندهم ناس. يعني خبرنا كيف فكرت بهذا الموضوع وكيف بديت أصلا بظل أنه مين فاضي؟ نحن مش بس بهلا من شهر، يعني من وقت الازمه، انا من بدايه 7 اكتوبر من لما بلشت تنزح الضيعه ضيعه ضيعه، انا كنت مهتم بهذا الموضوع وهذا الشيء موسع عندي على الانستا، يعني من سنه وشهر مش من اليوم، بس اليوم تطورت بظل انه مليون شخص مع بعضهم تركوا حيواناتهم مش تدريجيا، يعني شيء صعب وشيء في كثير حيوانات بدها مساعده والظروف مش دائما عم تسمح بالوضع، يعني هلا يعني حتى في صاحبي استشهد هو عم يعمل بهذا الموضوع من عائلة الشعب هو مختص بهذا الموضوع، بس الحمد لله الله مقدرنا قد ما فينا عم نساعد. ابراهيم يا قاسم، انت عاده انه صحبي لكان مع الحيوانات الاليفه عاده برات الحدود الحرب؟ طبعا. طيب لكن هلا بهذا المطرح حاولت يعني تستغل هذه المشاعر تبعيتك الرقيقة واللطيفة إذا بدك والإنسانية نحو الحيوانات، شو عم تعمل عمليا؟ نحن عمليا هلا أنا بكل الضيعة لما تخلى من ناسا بجمع الحيوانات فيها بنقطة معينة وحدة وبصير بعملهم لاينات أكل وما يعودون عليهم، واللي بيتصوب من جراء القصف ننزل فيه عند الدكتور منعالجه ومنعطيه نخليه حدا يتبناه يصير بمنطقة آمنة. هلا ما فينا نشيل كل الحيوانات مرة واحدة لأن ما في محلات وما في هلا حاليا دكات، بس نعم. عم نقدر له وعم نيسر أموره وعم نيسر يعني. نعم. لكن الحيوانات اللي أنت عم تساعدها مش إنه عنده الناس، يعني في ناس بنعرف نزحت وتركت بسيناتها كلاب عصافير، يعني بتلاقي في منهم عندهم يعني سينات بيوت وفرنجي وكلاب وهيك، وفي منهم شاردين. هلا لما يصيروا بالارض ما عادش يعني هذا الموضوع ما عادش في فرق، ما بقى في طبقيه. قاسم نحن انت عم تحكي عم نشوف فيديو، عم تشوفه انت عندك؟ ايه. اوكي، فيك تخبرنا شوي عن هذا الشيء؟ هذا الشيء هون لما فلت كل الناس من ضيعتي ما كانتش فالي، فصارت تتجمع الحيوانات مطرح ما انا اكون موجود، وعملت لهم مطارح للاكل وللشرب، يعني ضلهم حوالي بالمنطقه. هذا اللي عم تشوفوا فيه الفيديو بمنطقه شقره. بمنطقه شقره؟ ايه. اها. فلوا الناس الحيوانات لحالها بالطرقات؟ ايه. اذا بتشوفوا كل الغنم حتى كل حتى الغنم اصحابهم فلوا وهيك لحالهم؟ كيف؟ الغنمات اللي عم نشوفهم. ايه. اصحابهم فلوا هن لحالهم على الطرقات؟ ايه. عبينا لهم البركه مي بركه بالضيعه وبصيروا يشربوا منها وبيطلعوا، صاروا كلهم اجتمعوا مع بعض، يعني انه مش لشخص واحد لكذا شخص، فكلهم صاروا يمشوا مع بعض. كانه كمان يعني في شعور غرائزي بانه كمان بعالم الحيوان بتكاتفوا او بلملموا مع بعض. حتى بيسمعوا قبلنا، يعني قبل ما يصير في ضرب يصير في شيء بيتجمعوا كلهم حوالي وبحسوا قبلنا، مثل كأنه بدهم يحموني أنا من القصف، لهي الدرجة أنا بعيش معهم هذه اللحظات. نعم. فتت على الضاحية قاسم؟ الضاحية ما نبلش فيها هلا عن جديد. أنت أكيد نزلت من الجنوب وتركت الجنوب هلا؟ لا، بطلع بالنهار بس ما عادش في محل ننام فيه، يعني دراح البيت وما في مي وما في أكل. بس شو بتطلع بتعمل؟ بطلع بحط اكل ومي وبطمن عن الوضع، واذا في شيء حالته خطره هيك بنزله معي وبنام هون ببيروت، بس انا صرني بس 4 ايام يعني تارك المنطقه. نعم. يعني راح البيت. راح البيت؟ ايه. اوه.
الله بيعوض قاسم، أكيد يعني هيدا الله جزء بيعوض، من فدا الحرق. فدا الشباب، والله يشفي الجرحى والله يرحم الشهداء يا رب. نعم، حدا عم بيوصيك انه تروح على بيته تفتح الباب تشوف البسينة تحط لها اكل او تجيبها؟ حدا وصاك؟ لانه عم بسمع انه في ناس عم تبعت حدا يعني يجيب البسينات تبعهم او الكلاب تبعهم، او اذا تركين. انا بعتذر من هود الناس، انا ما يعني ما في يكون معهم لهود الناس صراحة، يعني ما بيجوز، يعني ما بيجوز شو؟ ما بيجوز انا يبعتوني على بيتهم اعرض لهم بيتهم واعرض حالي عشان بسينة بشقرة بشروط لهدودي، بس مش عشان بسينة خادم. قاسم فيك تعيد الفكرة بليز لأنه قطع الخط؟ فيك تعيد الفكرة اللي عم تقولها أنه لا يجوز؟ كنت عم تقول ما بيجوز أني فوت على البيوت وعرض البيوت للخطر وأنا حالي للخطر. صح، أنا موت عشان حيوانات جنوب، بس ما موت عشان حيوان واحد لغدا. آه أوكي، يعني ما بتروح على بيت، بتروح على ساحة بقلبها أو على حقلة أو على إيه، أنا أكاونتي موجود، بطلع على الضيع كل شريط لحدودي، ببرم بشوارعها، بس إني فوت على بيت حدا لا ما بفوت. طيب بس برضو او حتى قاسم فينا نقول انه هذا الشغل اللي عم تشتغله هو شغل كتير في بقلبه مخاطرة. أكيد أنا عم برأيك بقول لكم، يستحق يعني اللي عم يعني عم أنا تروح كرماله مضروب يستحق هذه بسيارتي، أنا المخاطرة؟ مضروب بسيارتي 3 مرات، أنا متصاب مرتين، أنا أصحاب 2 ماتوا معي، أنا وعم ناولهم أكل، بعيط الشعب بي بي بيعيطرون، راح ناس معي معرضة حياتنا للخطر 100%. ايه بس قصدي انا انه اللي عم تعمله بيستحق إيه انك تموت كرماله؟ هيدا السؤال كتير مهم اللي عم تعمله وكتير انساني وانا بزقف لك، بس السؤال اللي هلا اي حدا عم يسمعنا بيطرحه على حاله انه ليه بدك تعرض حالك للخطر كرمال الحيوانات بتقدر تعيش بالطبيعة؟ يعني انه هي غريزية بتقدر تعيش بالطبيعة. لا ما بتقدر تعيش الحيوانات بالطبيعة، هلا اليوم الكلاب عم ياكلوا البسينات، ما خبرنا بيعيشوا شو شفت، بلانا، خبرنا على هن القصة. بيعيشوا على اكلاتنا وعلى شرباتنا، بس نفل نحن من ضياعنا ما عادش يقدروا يعيشوا. نعم اليوم بعدين بالدين وبالشرع هلا بيقولوا لك الناس لك الاهبل شاغل باله بالحيوانات، الله وصانا بالنفس، والنفس ما بتميز بين انسان وحيوان، نعم 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 يعني الواحد قد ما كان فيه بده يضل يدير باله. هلا الناس اللي نسيوا معذورين، يعني صار باول يوم، بس انه ليش مثلا نص الناس التاني انتبه واخذ حيواناته اخذ بسيناته؟ انا بعتبر كلبي، عندي كلب انا متصاوب قصص له ايده، عندي اياه مثل فرد من الفرد البيت، بيزعل باخده على مدينة الملاهي. حلو كتير قاسم هيدي المشاعر تبعيتك العالية تجاه الحيوانات. وبالنسبة للناس اللي ما قدروا يعني حتى ما نكون عم يعني عم الناس نحاكم أو عم نصنف الناس اللي نسيوا والناس اللي ما لا نسيوا، بنعرف نحن انا ما قاسم إنه قلت، صارت انا ما الحرب اتهمت بسرعة الناس، وفجأة انا قلت لا يكلف الله نفسا الا إلا وسعها، وسعها. صح انا هيك قلت. صح فاللي عم بقوله انه انا كمان عم زيد على حديثك وعم اكد انه فجأة صارت الاشياء، كانت الناس قاعدة على رواق بحياتها العادية، في ناس كانت عم تأجل، في ناس طبعا نزلت على طبعا قهاوي الحقيقة حسب ما سمعت، وفجأة صح تاني يوم بلش القصف وبلشت المجازر. ف صحيح، يعني اللي انا بعرفهم واللي نزلوا بسرعة انجا جايبين معهم تيابهم الحقيقة الأساسية، وما كانوا معتبرين انه اصلا رح ينزلوا وما رح يرجعوا. في كتير ناس صح. أنا ببداية الأزمة حتى أنا أخلات كل الناس اللي عندنا بالضيعة بيفان، اللي ما قادرين، العجز اللي كبار بالعمر اللي بدهم مستشفيات، أنا نزلتهم على بيروت على مكان آمن. يعني مش بس أحسنت. موضوع الإنسانية، ما بتعرف بس حيوان، صح لازم يكون ختم الإنسانية مع البني آدمين وكملها لعند الحيوانات. صح صح أنا بوافقك حديثك، والإنسانية لا تتجزأ وهي كل كلي. فيعطيك ألف عافية قاسم حيدر على اللي عم تعمله، هذا الله كمان عمل يعافيك، مقاوم بظل هذه وإن شاء الحرب. الله إن شاء الله أنا أعطيتهم عهد إنه بعد الحرب كل الحيوانات المصابة علي أنا متكفل فيها وبعلاجها،
بكل منطقة الشريط الحدودي بالجنوب. الله يعطيك العافية والله يكثر من أمثالك يا رب. شكرا جزيلا قاسم حيدر.